اهلا بكم. طبعا النهارده عنواننا انت لازم تخس، بس لازم تخس ليه؟ هنجاوب النهارده في حوار ممتع جدا مع ضيفي الذي يبدع دائما ويمتعني دائما بحوار علمي راقي المستوى جدا، اكاديمي من طراز رفيع، دائما حوارات الاكاديميين لها صبغه خاصه جدا، شرح تفصيلي، ربط وثيق بينها وبين الحلول، لماذا الحل، لماذا نعمل جراحه السمنه، ايه علاقة جراحة السمنة بتأخر العقم أو تأخر الإنجاب عند الستات والرجالة. ده الأكاديميين يفكروا بالطريقة دي بشكل مباشر لأنه بيجد حلول عنده. ضيف العزيز هو الأستاذ الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، المدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملاجية بإنجلترا، عضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة SRC. نورت يا دكتور. أهلا وسهلا. عايز أبدأ من المنطقة دي، لماذا يقول دكتور تأخر الإنجاب لكابلز لازم تخسوا ستات ورجال؟ في البداية تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل، والحقيقة طبعا أحيي طبعا كل أطباء النساء والتوليد اللي هما بيجد حل فعال للمريض المناسب، لانه مش بس تاخر الانجاب هو حل انقاص الوزن في الناس اللي هي وزنها عالي وعندها مثلا تكيس مبيض او اضطراب في الهرمونات او يعني اسباب كثيره تمنع السيدات من الانجاب. امراض تانية يمكن على سبيل المثال اللي هو الست اللي عندها او الراجل اللي عنده يعني مفاصل فيها اوستوارثرايتس او يعني خشونه زايده وعنده وزن زايد، فهو بيتم إرجاعه من المتخصص في العظام أو استشاري العظام، بيرجعه عشان ينزل وزنه حتى هو لو عايز يغير مفصل مش هيغيره على وزن عالي. النمرة الثانية عنده ديسك أو غضروف أو عنده حاجة ووزنه زايد، فهو لازم يرجع الأمور لأصلها. يعني تداهم كبد معلي الإنزيمات بصورة يعني كبيرة وإدى كل الأدوية اللي هي مش هتنزل أو مش هتعالج تدهن الكبد أو التهاب الكبد التدهني بصورة فعالة، مفيش غير إنقاص الوزن، ارجع نزل وزنك. مش غلط خالص إن احنا نرجع الأمور لأصلها، وهي الجسم هيرجع بطبيعته إنه يتغلب على المرض اللي هو بسبب السمنة المفرطة. كوليسترول في الدم أحيانا ما بلاقيلوش علاج، واحد سمنة مفرطة وعنده كوليسترول في الدم عالي جدا وإدى كل الأنواع الأدوية ما مش هيتحسن الا بانقاص الوزن. يعني قصدي في تخصصات كتيره جدا هي حلها فقط. واحد تاني عنده يعني اضطراب في النفس اثناء النوم ووزنه عالي وما بيقدرش ينام بالليل، طول الليل شخير وما بيعرفش ينام، وعنده هو بس مشكلته في الحياه هو يمكن مش باصص للسمنه خالص، هو باصص فقط لانقطاع النفس اثناء النوم. وده الحقيقه طبعا يعني العيان اللي هو بيبقى عنده الاوبستراكتيف سليب ابنيا او انقطاع النفس اثناء النوم ما بعد العمليه اسبوع واحد بتلاقي العيان من كتر ما تحسن نفسه استريح، الاسره بتقلع عليه اصلا وهو نايم بيسالوا عليه فين صوت الشخير. والله ده بيحصل. انا اصلا كان يعني الجيران اللي بيلقوا عليه الجيران العيله كلها الجيران وكانوا بيسمعوا صوته من الدور الثاني. ده حقيقي. في البيوت اللي هي الشعبيه شويه او اللي هي قريبه من بعض مفتوحة. شويه شبابيك قريبه من بعض بيسمعوا صوته عايزين يتونسوا بيه، فطبعا بتلاقي صوت الابن بيدخل والده وطبعا طول الوقت عامل يعني صوت في البيت طبعا واضح، فلما بعد العمليه بتلاقي ان الصوت راح خالص والنفس ارتاح وينام على ظهره بيبقى مقلق عليه ايه اللي حصل يعني. وده بيحصل بعد أسبوع واحد. والله أسبوع واحد مع أول 10 كيلو بينزلوا في أول 10 أيام بتلاقي الصوت ارتاح والنفس ارتاح بيعرف ينام على ظهره باستمرار. ولازم برضو أوريك فيديو كده كان بعته لي حد من المرضى، كان وزنه 270 كيلو الأسبوع اللي فات. الأسبوع اللي فات لسه. والله 270 كيلو. الأسبوع اللي فات عملناه في ضمن الليستة يعني، والحقيقة إحنا صورناه. هبقى نجيب برضو الفيديو بتاعه. بعت لي فيديو نفسه مستريح جدا واموره كويسه وعمال يشكر في الناس كلها، بيقول لي انا كنت في كابوس والحمد لله اتحسنت وخرجت من ازمه السمنه المفرطه. واحد وزنه 270 كيلو متخيل حضرتك عامل ايه؟ نفس منقطع ما اقدرش انام على ظهره طول الوقت سلمتين بيكريشوا نفسه،
بتلاقي طبعا في مشاكل كتير. لا يمكن ارجاع الوضع الى اصله الا باجراء عمليه تكميم معده او تحويل مسار لانقاص الوزن بصوره فعاله. هو 270 ولا 200 كيلو ولا 180 ولا 160 ولا 150 ولا 130؟ الناس دي كلها مش هتخس يعني لوحدها. والله لو حتى 90 كيلو على طول 150 سنتي. يعني قصدي يعني طبعا لو 90 الوزن الزايد عن الطول، ما هو انت هتروح فين؟ ما هو الكتله زادت، الجسم بيعكسك في انقاص الوزن. طبعا طبعا. فرجوع الوزن لاصله هو ده علاج لكل الامراض، منها صعوبة الإنجاب أو تأخر الإنجاب. كل الحاجات الضارة بتحصل للست اللي هي المقبلة على الزواج أو اللي اتجوزت وعندها وزن زيادة، مالكيش حل تاني غير إنقاص الوزن. والرجالة برضو على فكرة مش بمنقى عن إن هم يتأخروا في الإنجاب بسبب السمنة المفرطة. لا طبعا طبعا. السؤال دايما الأسرة بتيجي بالبنت مثلا عندها 21 25 24 لسه ما اتجوزتش، الثابت في دماغ المصريين بالتحديد والعرب انه البنت قبل الجواز عمليات ليها قد تؤثر، ويقول لك ده عمليه في بطنها ممكن تاثر على المبايض و الى اخره. هو الناس مش مذاكره تشريح. انا هقول حاجه اجتماعيه ان وحاجه طبيه. الحاجه الاجتماعيه ان البنت اللي هي مش هتخس في الوزن قبل الجواز مش هتتجوز اصلا، لانه السمنه مجتمع، دي مشكله مجتمع. السمنه هي مرض مزمن، السمنه لازم تتكسر بانقاص الوزن سواء بتكميم او تحويل مسار، لانه السمنه المفرطه بتحبس البنت جواها وتحبس الولد جواها ما قبل الزواج. اجتماعيا بيبقى مهزوم في العمل، حتى مش قادر يمارس حياته العمليه. الوظيفه دلوقتي محتاجه حد يقدر يشتغل وحد يقدر يروح ويتحرك. البنت المصابه بالسمنه المفرطه اجتماعيا بتبقى مهزومه. مرضيا بقى او تاخر الدوره الهرمونيه بتاعت البنات اللي هم مقبلين على الزواج اللي عندهم وزن زياده، الدوره اصلا متلخبطه، يعني الدوره الهرمونيه متلخبطه، ده بيأثر بالسلب على الدورة الشهرية نفسها. البنت معظمهم اصلا بيبقى عنده تكيس في المبيض، وده يمكن مش خافي عننا كأسر اللي عنده بنت يسألها، هتلاقي الامور يعني الاتزان الهرموني عموما بيبقى متلخبط. فهي ايه الدورة يعني سواء يعني الاتزان الهرموني اذا لم يكن هناك انتظام فيه مفيش انجاب. ويمكن يعني دكاترة الناس يشاركونا في القصة دي، انه البنات اللي هم مصابين بالسمنه المفرطه وعندهم تكيس في المبيض او عندهم اضطراب في الدوره الهرمونيه، جزء من علاجهم او اللي يمكن كل العلاج هو انقاص الوزن. فكلمتين، السمنه المفرطه تؤثر بالسلب على الانجاب، يعني السمنه ما فيش انجاب يعني بالتقريب كده بنسبه كبيره. بنسبه كبيره طبعا. طبعا. بس مش معنى، عشان بس ننبه الناس حاجه، هتقول لك ايه البنت ست بنت خالتي في نفس وزني وحملت، ده بيبقى يعني دي بتبقى استثناءات، حاجه استثنائيه. لكن احنا بنتكلم على السواد الاعظم، بس احصائيات يعني. يعني احنا مثلا لو في 100 بنت عندها تكيس في المبيض وعندها اضطراب في الهرمونات، 80 ل 90% منهم بيكون عندهم سمنه مفرطه. يس. دي حقيقه علميه. انا بقى يعني دي مش كلامي انا. وكم في المية منهم بيحصل لهم تاخر انجاب من ال 80؟ نسبه كبيره. نسبه كبيره جدا جدا. جدا. وبالتالي احنا انقاص الوزن هي حاجه علاجيه لتاخر الانجاب في الناس المصابه ب السمنة المفرطة. اللي ما عندوش بقى ربنا رزقه وعنده سمنة مفرطة وخلف، خلاص انت رزقك كده. لكن معظم الناس اللي عندهم مشاكل، انا شايف انه انقاص الوزن طبقا للتوصيات العلمية الدولية هو محتاجه لانقاص الوزن عشان نقدر ان احنا نخلف. وده برضو في الرجال زي النساء. هل يعني نوع العملية اللي بتختار سواء تكميم او تحويل مسار يلعب دور في موضوع الحمل والولادة؟ يعني عشان بس أسأل السؤال بطريقة شعبية عشان الناس تفهمه، الستة اللي هتعمل تكميم هتخلف مثلا في بعد كذا، والستة اللي هتعمل تحويل المسار لا دي هتتأخر شوية في الخلفة لأنه دي مال أبزوربتيف وفيه فيتامينات هتمتص بشكل أقل، فهرمونات يمكن تتأثر بشكل أكبر فخلفتها تتأخر شوية. هل كلامي يعني سؤالي واضح؟ طبعا. انا بس هقول يمكن الحاجه العلميه ونقول الحاجه اللي احنا بنعملها احيانا. الحاجه العلميه، احنا مش هينفع ان احنا مش عايزين يبقى الست تحمل بعد اجراء العمليه، يمكن دول المتاخرين في الحمل او مش متاخرين، ما بعد عمليه انقاص الوزن سواء تكميم المعده او تحويل المسار، مش قبل 6 شهور نفكر في الانجاب. لسبب يعني هو مش عمليات السمنه بتاثر على الانجاب، لا خالص، احنا بس محتاجين ان الست تحمل في يعني في وضع صحي حلو. احنا سي مثلا انا وزني 170 كيلو، بنت وزنها 170 كيلو بتخس في الشهر بال10 15 كيلو،
انا مش عايزك تحملي في الوضع ده. احنا اتفقنا طبيا علميا ان احنا مش قبل 6 شهور لسنه يبقى افضل ان احنا ناخر الانجاب بعد العمليه. يا ريت بعد سنه. بعد سنه افضل. اه يا ريت. ليه طبعاً. ليه؟ لان احنا يكون وزن الوزن ثابت، يكون الوجبه اتحسنت، يكون عندنا جسمنا ثابت، نزول الوزن الى حد ما مش عايزينه يبقى في فتره الانجاب او الحمل. ده الطب يعني، ده الطب، ده كلام الطب. طيب موقف ثاني، بنت وزنها 120 كيلو وهي اصلا بقالها يعني يمكن سنتين ثلاثه بتدور على خلفه. انا اصلا مش متوقع، هي وزن المخزون بتاع الوزن بتاعها كله 30 كيلو او 40 كيلو، مش ده الوزن اللي هينزل من 200 كيلو ل 90 كيلو او 80 كيلو. هي منتظر الحمل، انا بتكلم كلام ده مش طبي يعني، خلينا بس في الوضع الطبيعي. اتأخرت عن الحمل 3-4 سنين وحاولت بآي في اف او حقن او علاجات بفتره كبيره جدا وما خلفتش. انا مش منتظر يعني ان هي تعمل عمليه النهارده فيقوم الوزن ينزل فالمبيض يشتغل بكفاءه فهتحمل بعد اسبوع اسبوعين ثلاثه يعني. احنا بنسيبها لله يعني، الناس المتاخره جامد في الحمل ممكن عادي تحمل، بس ده وضع استثنائي، يكون الوزن قليل مش كبير قوي، مش هتنزل بصوره تضر الجسم يعني، قصدي مخزون الوزن مش كبير، مش لازم تركب وسيله يعني، ممكن نسيبها تحمل عادي، والفتره اللي هتحمل فيها احنا هنساعدها يعني بالمتابعه الاكثر قربا يعني شويه، وبتعدي فتره الحمل عادي جدا. انا ليه بقول كده؟ في ناس اصلا بنبقى عاملين لها يعني تحليل حمل قبل العمليه. من ضمن الحاجات الناس اللي عندها قدره للحمل انا انصحهم كلهم وانصح كل الاطباء ان يعملوا لهم تحليل حمل ما قبل العمليه، بحيث ان الست الحامل اجل العمليه شويه بعد ما تخمل اللي خلف وترد وخلاص يعني الموضوع. طيب انا عملت تحليل حمل قبل العمليه باسبوع وجات بعد العمليه بشهر حملت، هيحصل ايه يعني؟ ايه المشكله؟ ولا حاجه خالص، ولا حاجه هتحصل. احنا بس محتاجين متابعه كويسه، شويه فيتامينز، شويه نيوتريشنال سبورت كويس من تيم التغذيه يتابعها بس الفتره اللي هي يعني، طبعا هيبقى عندها ميل للغثيان اكتر من الطبيعي. انا عملت بعد العمليه بشهر وحملت، اصلا الست الحامل بيبقى عندها ميل للقيء شويه، هيبقى يزيد شويه بعد عمليه التكميم، فلا مانع خالص ولا مشاكل خالص من الانجاب ما بعد عمليات انقاص الوزن. هي بس محتاجه تتاخد بعقل، ومحتاجه تتاخد يعني على حسب توصيات او خبره الجراح نفسه حاله بحاله. ما ينفعش ان احنا نعمم على كل الناس كل التوصيات الطبيه اللي هي الشرب يعني اللي هي بالورق والقلم يعني. في حاجات ممكن ان احنا في حاجات اوت اوف هاند يعني، في اور هاند كمان بتحصل. احنا بنتكلم على حمل شيء لا يمكن السيطره عليه بشكل كامل. بالظبط كده. وكل الحالات مختلفه، انا انصح انت تتاخد كيس باي كيس. طيب السؤال الكلاسيكي قوي ومنطقي وده عليه بيبرز كتير، الطفل نفسه بعد الطفل اللي هتولد لست اجرت جراحه سمنه. جميل جدا، طفل عادي منطقي طبيا، لكن ايه النتائج البحثيه ملخصها حول الطفل ده؟ اذا اتولد في ظروف طبيه ملائمه وام يعني صحتها كويسه ويعني يعني احنا عايزين نقارن ما بين اثنين، واحده عملت تكميم معده نزلت وزنها مظبوط وماشيه كويس جدا صحيا كويسه، ايه الفرق ما بينها وانسانه طبيعيه؟ هي انسانه طبيعيه جدا. واحده ثانيه قاعده عندها ضيق في المعده او التواء في المعده وعملت عمليه طبعا صعبه شويه يعني عكسيه، عمليه ما اتعملتش بكفاءه عاليه وهي بترجع طول الوقت وعندها نقص تغذيه ونقص فيتامينز ونقص حاجات، الطفل مش هيطلع يعني سليم 100%، يعني هو اصلا هي عندها نقص فيتامينز، ما ده هينعكس على الطفل. فطبعا احنا لازم نقارن ما بين الانسان. احنا اوصل رساله ان انقاص الوزن احنا قصدنا فيه تحسين اللايف ستايل، تحسين الصحه، تحسين الحياه للي عمل عمليه انقاص الوزن، مش تسويقه. اذا كان هناك عمليات السمنه فيها ترجيع، فيها مشاكل، فيها حاجه، احنا في مشكله في العمليه محتاجه تتصلح، وده دور عمليات انقاذ اللي هو الاصلاح ما بعد عمليه السمنه اذا كان هناك مشكله. الانسان الطبيعي، الست الطبيعيه العاديه السليمه اللي عملت، وده يعني ده الطبيعي اللي هو المفروض وده الموست كومن، لكن في حالات بيبقى عندها اصلا مشكله في العمليه قاعده ترجع، هتجيب منين هي؟ هيبقى عندها نقص في التغذيه شديد، وبالتالي ده هينعكس على الطفل، طبعا مش هيبقى سوي خالص، بقى في خطوره، عاده ما بتكملش حمل. فلازم ناخد بالنا من النوعيه دي من المشاكل. طبعا طبعا طبعا، لكن القاعده الرئيسيه او القاعده المظبوطه، العمليه السليمه هو انسان طبيعي، بل هو اسعد من الاول، هو صحته اقوى من الاول، هو انسان هيلثي جدا، الانجاب عادي جدا، ما فيهوش حاجه خالص. السؤال برضو يعني اللي بيفرض نفسه في الحته دي، بما ان احنا بنتكلم بشكل ما
رفعنا سقف الحوار الى مرحله كل الابحاث العلميه المتعلقه بجراحه السمنه مع الحمل، يعني حتى الدكاتره يستفيدوا من كلامنا ده كله. نختار ولاده طبيعيه ولا ولاده قيصريه طبقا للعمليه اذا تساوت الظروف عندها، لانه في طبعا انديكيشن للولادات القيصريه والطبيعيه في عالم النساء والتوليد كتير. انا طبعا هما هيكونوا اشفر مني في اختيار نوعيه العمليه استشاري النساء، طبعا مش هختار انا القيصريه، انا استاذ يعني جراحه. مفيش لا طبعا تأثير. يختار اللي هو عايزه، بل بالعكس ده انا اقول له ان انا بساعدك جدا جدا ان انا بنزل الوزن، ده يعني بيبقى يعني حالته صعبه جدا اللي هو الجراح النساء اللي بيشتغل في ست سمينه وزنها جامد، يعني انا لو داخل، انا لو جراح نساء داخل اعمل قيصريه في ست وزنها 170 كيلو ولا 180 كيلو، ده كارثه للتخدير اللي هو هينيمها ولجراح النساء اللي هيعملها. لكن انا لما بنزل له وزن طبعا بخلي له ست سمباتيك كده 70 80 كيلو، ما هيبقى اشتغل اتيز، يعمل بقى قيصريه، يعمل طبعا يعني نورمال ديليفري او يعني ولاده طبيعيه هو طبقا لاختياراته، لكن انا دوري ان انا انزل وزن بصوره صحيه مظبوطه. وانا طبعا احنا بنحب دكاتره النساء واكيد هم بيحبوا اللي احنا بنعمله بالنسبه للسيدات، لان هو اكيد ما يحبش ان هو يشتغل في مريضه وزنها فوق ال 150 و60 كيلو او اي وزن زياده عن الطبيعي. يعني لما بننزل لهم الوزن اعتقد ان الامور بيبقوا سعداء جدا. يعني انا في كل لقاءاتي مع الناس بتوع الجراحه بتاع تاخر الانجاب، بتوع تاخر الانجاب كلهم بيشكروا وبيسنوا وبيفرحانين بجراحات السمنه لانهم حلت له اصدقائك حلت لهم مشكله كبيره جدا حقيقي. جدا في تاخر الانجاب جدا، ووقت القيصريه، ووقت القيصريه ووقت اي جراحه يعني، والمناظير حلت لهم مشاكل مع المناظير، لو فيبرويد يعني الاورام اللي في لما بيخسوا تجرى لهم العمليه بالمنظار اسهل بكتير ما كانت بتجرى ده لو فتح جراحي في حاله سمنه مفرطه كارثه كارثه. الدهون بتعطل الجسم عن الالتئام عموما، حتى لو انت عملت عمليه بيرفكت هي وجميله جدا، الالتئام بتاعها الجراح ما بينامش الايام بسبب ان الجرح في مريض سمنه مفرطه، يعني الموضوع كارثي كارثي. طبعا القيمه العلميه المتميزه والاسم اللامع الاكاديمي الرائع استاذ الدكتور كريم صبري كان ضيفي في واحده من ارقى حلقات، لكن اجمل دايما ان احنا نختم بكلام العيانين. ليه جميل؟ بيختلف يا اخي، بيحكي بصدق تجربته، احنا بنتكلم كلام علمي لكن هو بيتكلم كلام اجتماعي نفسي، هو بيقول نفسه في مثل ما خابش والله، بس هو ساعات بس احنا ايده في الماء مش زي ايده في النار، فهو ايده كانت في النار وبقت ايده في لمسه النجاح بتاعه في انه يعيش حياه طبيعيه. تعالوا نسمع احد مرضى الدكتور كريم، واكيد سنستكمل في القريب لقاءاتنا الممتعه مع ضيفي العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي هاله شاكر، وزني 118، سني 33 سنه. بصراحه لجأت العمليه يعني بعد تعب، لفيت على كل الدكاتره عشان موضوع الخلفه وكده، فكل الدكاتره اجمعوا اللي انا لازم اخس، وبعمل ريجيم كتير قوي ومفيش اي نتيجه، فقررت ان انا اعمل عمليه مع دكتور كريم صبري وانا متابعاه بقالي سنتين، هعملها النهارده ان شاء الله، تابعوني بعد العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي هاله شاكر، عملت عمليه تكميم معده مع دكتور كريم صبري وطلعت من 5 ساعات، والحمد لله انا كويسه وبخير وتمشيت اكتر من مره، وجد يعني عمليه سهله وبسيطه خالص، يعني بصراحة الدكتور كريم وكل التيم بتاعه ناس محترمين، ما حسسناش بأي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اسمي هالة شاكر، سني 33 سنة، وزني كان قبل العملية 118.5، عملت عملية تكميم معدة مع الدكتور كريم صبري بقالي النهاردة 6 شهور، نزلت 40 كيلو الحمد لله، يعني فرقت معايا في كل حاجة، بتحرك وبمشي بنزل كل مكان بروحه، دلوقتي بقى المشي بالنسبه لي احسن من اي حاجه. انا قبل كده كل الناس كانت بتقول لي يا حاجه انا بقيت البس لبس اخواتي الصغيرين، فالحمد لله فرقت معايا العمليه في كل حاجه، واللي عايز يعيش حياته بجد يجي للدكتور كريم صبري.